في رمضان أصلي الفريضة في المسجد ثم يعود يتابع الصلاة من المذياع صلاة التراويح ويصلي معهم ويدعو معهم ويشعر وكأنه معهم، يقول وأحيانا أبكي معهم، هل صلاة التراويح هذه جائزة علما بأنني أصلي الفريضة في مسجدي في بلدي؟ نعم، هذه ليست جائزة ولا تقبل منها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وصلاة الجماعة لا بد فيها أن يشارك المأموم إمامه في المكان، فإن ضاق المسجد واتصل في الصفوف حتى خرجوا إلى السوق فلا بأس، أما أن يصلي الإنسان في بيته على المذياع أو على التلفاز مع الجماعة فهذا باطل ولا تصح الصلاة. لكن هذا الرجل الذي فعل ما فعل جاهلا، أرجو الله تعالى أن يكتب له الأجر على نيته.